بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين. لكم سادتي من الأولين والآخرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، عليك وعلى أختك الحوراء زينب، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لن تقال. يا سيم فيها يا دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا. يا نفر نفر من بنيه أكرم من تحت السماء رفعة وأعلى جلالا جلالا. يا ركبت أظهر الحمام وآلت لا تعد الحياة إلا وبالا. ما اكتفيت يعني كربلاء، ما اكتفت بالنفوس بذلا يعني لم تكتفي بقتل الرجال. ما اكتفيت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال. أصبح آيات والعدو أو أصبح يدعو. يا زينب سحب اليوم للسبا أذيا. يا
ذهب المانعون عنك يا زينب، ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الأغلال، فاخلع العز والبس الأغلال. زينب باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قطعا. وكسوناهم الرمال ثيابا، وسقيناهم المنون سجالا. كأني بالعدو يخاطب زينب هذا العدو الشامت، قلها أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا يا ولي على قلبها، أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا يا أنا وعمود خدرك بالفضيل شفا قطعنا. إيه وأما الولد الأكبر علي بالخيل دسنا يا أنا والجاسم العريس نايم فوق الإطراء. والله صح يا وسف الدهر الخان بينا، والله بينا يا حسين نذبح واحنا نسبينا، يا حسين نذبح واحنا يا نسبينا. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالحق وأنزلنا معهم الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والله حكيم عليم. هذه الآية المباركة هي قانون إلهي يسلط القرآن الضوء عليه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات تعني هنا المعجزات، يعني لابد لكل نبي أن ترافقه مجموعة من المعجزات حتى إذا كان هناك من يشك بنبوة هذا النبي يجد أمامه ما يخترق ناموس الطبيعة من المعجزات حتى يشكل عنده دافع للصدق. فمن خلال البينة تقوى وتشتد دعوة النبي، أي نبي من الأنبياء لابد له من بعض البينات، هذه البينات تعينه. مثلا نبي الله موسى عليه السلام مرات ومرات حاور فرعون، وطالما أرسله الله سبحانه وتعالى
أن اذهبا إلى فرعون أنت وهارون وقولا له قولا لينا. وصار عدة حوارات ونقاشات بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وكان موسى عليه السلام يحاول إقناع فرعون أنه لا تدعي بأنك إله، فأنت لا تستطيع أن تخلق شيئا مما خلق الله، أنت تدعي أنك إله لأنك تمتلك مال وجاه وسلطان وعسكر وقيادة، تدعي أنك إله، لكن إذا نظرت إلى الشمس والقمر هل أنت تستطيع أن تخلق مثلا مثلهما؟ هل أنت تستطيع أن تخلق سماوات بلا عمد ترونها؟ هل هذه البحار تستطيع أن تخلقها؟ فلماذا تدعي الألوهية؟ كأنما لان فرعون في موقع من المواقع، والقرآن يثبت هذه النظرية. يقول عند ذلك سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ موسى قال إن ربي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني خلق الخلق بدقة. لكن لما وصل فرعون إلى العناد والتعنت برأيه، الله سبحانه وتعالى أرسل مع موسى بينة، البينة التي أرسلها هي العصا التي تحدث عنها القرآن الكريم. وسأل موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وبعدين يعني موسى أوجس منها خيفة، فقال له القرآن خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذه كانت من البينات التي ترافق الأنبياء، وليس فقط بينة موسى عليه السلام، عيسى عنده بينات أنه كان يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، الموتى الحديثي الموت أو الموتى الذين مر عليهم زمن في قبورهم. مثلا في زمن عيسى يحيي سام ابن نوح على سبيل المثال. كذلك صالح عليه السلام لما كذبه قومه وطلبوا منه معجزة قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد ناقة غبراء وبراء عشراء، يعني هاي مواصفاتها، أن تخرجها لنا من الجبل. ولما صار الموعد وذهب مع قومه إلى الجبل ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى، تقول الرواية فاهتز الجبل كأنما المرأة التي ضربها الطلق عند ولادتها، وخرجت ناقة عشراء وبراء غبراء. فلما نظروا إليها قالوا لعلك هيأتها من قبل، نريد أن نفاجئك الآن بمعجزة ببينة. قال ماذا تريدون؟ قالوا أخرج فصيلها. فعلا دعا صالح ربه فأخرج لهم الفصيل. ماذا تقولون؟ شوف لما الشيطان يستحوذ على قلوب البعض، ماذا تقولون؟ قالوا إن اعترفنا لك الآن ربما قومنا لا يصدقون، فلنذهب إلى القوم وهناك نعترف جميعا، نحدثهم بما جرى ونقر لك بالإيمان. فلما ذهبوا من موقع المعجزة إلى القوم في هذه المسافة على الطريق، الشيطان بدأ عمله، فلما وصلوا أنكروا ما رأوا وقالوا إن صالح ساحر. إذن الأنبياء دائما يأتون بالبينات، القرآن الكريم دائما يعمم هذه القضية، يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني معهم المعجزات. نبينا صلى الله عليه وآله استعمل بعض المعجزات، وأعظم معجزة استعملها غير بعد القرآن الكريم هي معجزة شق القمر، لما يقول القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن قالوا له إذا كنت نبيا فشق لنا القمر. يعني أحيانا بعض البشر يصلون بمستوى إلى ما يسمى في عقولنا بالمستحيلات، وإلا عند الله لا يوجد مستحيل بمعنى المستحيل، إلا الممنوع عقلا على الله سبحانه وتعالى. وإلا العادة التي جرينا عليها ونحن ندركها هي العادة التي نعيشها في عالمنا، ما كان خلاف العادة البشر يعتبرونه معجزة، فليس على الله شيء يعني عسير أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقالوا شق لنا القمر، واتفقوا على موعد، وكان القمر بدرا
فلما وصل النبي وأشار بسبابته إلى القمر، القمر انشق نصفين ونزل قسم دخل في كم النبي. كيف تضاءل القمر اللي حجمه يعني يقارب حجم الأرض، كيف صارت تضاءل وأصبح صغيرا ودخل في كم النبي، وقسم دار حولهما ثم عاد إلى مكانه والتأم. القرآن يثبت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. فعلا انشق، هذه معجزة من معجزات رسول الله، لأن ليس هذا على الله بصعب وليس على هذا على الله بعسير، إنما هو عليه هين عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كله يخضع لأمره. فإذا هذا معنى البينات. احنا الان عندنا مفاصل ثلاثة أساسية بالآية، نعيد قراءة الآية: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يعني أول شيء النبي يجب أن يكون محاط بالمعجزة. ثانيا، ما الذي ينزله الله مع الأنبياء؟ القرآن يقول ننزل مع الأنبياء كتاب وننزل معهم ميزان. أما نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله فكتابه القرآن الكريم، والقرآن هو معجزة النبي الخالدة التي لا تنتهي ولا تضمحل مع الأيام، وهي رسالة صالحة لكل العصور والأزمنة من بعثة نبينا صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. هذه البعثة، هذه الرسالة، هي الرسالة التي تتماشى مع كل العصور ومع كل الأزمنة. يعني ممكن واحد يسأل يقول في هذا الزمان هل ما زالت رسالة القرآن الكريم صالحة للعمل في زمن التطور، في زمن التقدم، في زمن التكنولوجيا، في زمن اختراق العلم لكل نواميس الطبيعة ومعرفة كل نواميس الطبيعة؟ يمكن للقرآن الكريم أن يبقى رسالة عمل، أن يبقى رسالة يعمل صالحة للعمل في هذه الأزمنة؟ نقول نعم صالحة للعمل، وإلى الآن القرآن الكريم ومدخرات القرآن الكريم إلى يومك هذا لم تكتشف، وإلا إحنا عنا بالقرآن آيات غريبة عجيبة إلى الآن بعد ما استعملنا هذه الآيات إلى يومك هذا. رغم التطور بعد هناك آيات في القرآن الكريم لا نعرف ماذا تعني ولا نعرف أبعادها، وأهل البيت عليهم السلام ما سلطوا الضوء عليها متقصدين بذلك، لتبقى كنوز القرآن حتى ترون نراها في آخر زمان من أزمنة الأرض، كيف يستعملها من بيده مفاتيح العلم وهو صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإلا عنا آية تقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بالله عليكم هذه الآية متى تستعمل؟ متى استعملناها أصلا الأمة الإسلامية بعد ما استعملتها؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، شايف الجبال؟ الله يحدثنا عنها بس يوم القيامة، يقول وإذا الجبال سيرت، بماذا تسير؟ الآية تقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. هذا القرآن يمكن فيه طاقات كامنة نحن لا ندركها إلى الآن، سيرت به الجبال. تصور أنت عندك بالقرآن الكريم مفاتيح وألغاز معينة يمكن من خلالها ومن خلال جمعها ومن خلال معرفة أبعادها أن تقف تقرأ آية فتسير جبل أمامك، مو بس تشق القمر، هاي شق القمر نماذج، وإلا يمكن أن تجعل الجبال تسير كأنها العهن المنفوش تسير في الهواء هكذا كما يقول القرآن وإذا الجبال سيرت. لا، أو قطعت به الأرض. تصور أنه عندك طاقة في القرآن الكريم إذا عرفت مفتاحها واستطعت أن تستعمل مفاتيح القرآن يمكن أن تقطع الأرض من خلال آيات القرآن. وأكثر من ذلك، إحنا عندنا نموذج عيسى عليه السلام ذكرناه قبل لحظات أنه أحيا الموتى. القرآن يقول أن هناك طاقات في القرآن أو تكلم به الموتى. تصور أنت تروح للمقبرة تخاطب عزيزك تكلمه ويكلمك، هاي طاقات بالقرآن بعد ما فتحت أبعادها. فلا يستطيع الإنسان أن يقول بأن القرآن كان لعصر النبي، لعصر الصحراء، لعصر مكة، لعصر الحضارة التي كان بها النبي، وليس لحضارتنا مع وجود الطائرات والأقمار الصناعية وغزو الفضاء ومع وجود التقدم العلمي والتطور وناطحات السحاب والأبراج العالية. ما ممكن، لا بالعكس، القرآن إلى الآن
لم يبحر في داخله. رسول الله صلى الله عليه وآله لما يصف القرآن يقول ظاهره أنيق وباطنه عميق، له حكم، له ظهر وبطن، ظاهره حكم وباطنه علم، له تخوم وعلى تخومه تخوم. هذا وصف النبي للقرآن، طبعا وصف كبير، أنا ما أحفظ الوصف كله، لكن هذا ما أحفظه من وصف النبي صلى الله عليه وآله، أنه يقول له تخوم وعلى تخومه تخوم. إذن القرآن بحر عميق وله أوجه. الإمام الصادق يقول إن لكلامنا 72، لكلامنا 72 وجه، فكيف بكلام رب العالمين الذي يعبر عنه الله سبحانه وتعالى؟ وهذا تعبير غريب أيضا في القرآن الكريم، يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني أنت تصور هذا القرآن مو هو كل كلام ربي، هو القواعد العامة لكلام ربي، أما كلام ربي بعد أوسع وأكبر وأعظم، لكن هذا القرآن لا تستطيع أن تستنسخه بقلم واحد من الحبر، القلم المتعارف عندنا، دوات واحدة تستنسخ بها قرآن كامل. فإذا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قل لو كان البحر، هذا البحر كان حبر مداد لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو مده بسبعة أبحر من المداد تنفد البحور ولا تنفد كلمات ربي. إذن وين كلمات ربي؟ كلمات ربي سورة ياسين، اقرأها في أول آياتها تقريبا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن العلم موجود في صدر النبي ومن أشار إليهم من النبي وهم أهل البيت، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. يعني العلم الموجود عند النبي هو العلم الذي أودعه في صدر علي حتى خطب أمير المؤمنين عليه السلام وقال كلمته المشهورة، إن بل اندمجت على مكنون علم لو أبحت به لاضطربتم، اضطراب الأرشية في الطوي البعيد. الأرشية الحبل والطوي البئر، الحبل لما تلقي الدلو في البئر يضطرب، اضطراب. يقول أنا لو أفضيت إليكم من مكنون علمي لاضطربتم، ما تستطيعون استقرار، لاضطربتم كما تضطرب الأرشية في الطوي البعيد. إذن هذا العلم الموجود في صدر علي بن أبي طالب هو كلمات ربي. ولذا الإمام علي له تعليق يقول لو شئت، هذا كلام للإمام علي، يقول لو شئت لأوقرت 40 بعيرا. تعرف ما معنى أوقرت البعير؟ يعني حملت البعير فوق حجمه وفوق حجم حمولته. يعني البعير والله مثلا يحمل له 500 كيلو جرام، أنت تحمله مثلا 2000 كيلو جرام مثلا فوق طاقته. الإمام علي يقول لو شئت لأوقرت 40 بعيرا من تفسير كلمة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الإشارة واضحة أن العلم الموجود في القرآن هو معجزة الزمان ومعجزة كل زمان، بحيث أنك عندما تنظر إلى القرآن الكريم تجد أنها رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرسالة تحمل من المفاهيم والمعاني ما لا تحمله رسالة أخرى، حتى رسائل الأنبياء، لأن الله اختزل كل رسائل الأنبياء في رسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأصبحت كل المعاني موجودة في القرآن الكريم، من أحكام شرعية، من تعاليم إرشادية، من مقامات اجتماعية، كلها جعلها القرآن موجودة، حتى أعطاك قصصاً في القرآن الكريم لتعتبر بها. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن. والقرآن طلب لما تروي على الناس قصة من القرآن الكريم أن يتلوها النبي على الناس بمفاتيح الحق، لا أن تكون رواية جامدة وقصة عابرة يستأنس بها الإنسان أبدا، إنما القصص التي ذكرها القرآن يجب أن تكون ممزوجة بقوانين ومعاني الحق. يقول الله للنبي
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. شوف هذا المعنى بالحق، ليش؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إلى آخر الآيات. إذن لما تتلو على الناس من القرآن الكريم القصص يجب أن تكون حامل لكل معاني الحق. فإذن هذه رسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. القرآن يقول هكذا: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والله عليم حكيم أو حكيم عليم، ليقوم الناس بالقسط. إذن أول شيء البينات بينا ما معناها، وهي المعجزات التي ترافق وتدعم صدق النبي في الدعوة، لأن كثير من الناس راح يدعون النبوة مثل مسيلمة الكذاب وأمثالهم، حتى يروى بالتاريخ أنه إجت امرأة مدعية النبوة فجابوها إلى هارون العباسي أو إلى المتوكل، واحد من حكام بني العباس، قال: عجيب، كيف تدعين النبوة ونبينا هو خاتم الأنبياء؟ قالت: نعم، النبي قال لا نبي بعدي، ما قال لا نبية بعدي، وأنا نبي مو نبي. فهكذا يعني إلى هذا المستوى تصل، مستوى سخافة بعض الناس المدعين. فلذا القرآن الكريم يقول: نحن أيدنا رسلنا بالبينات بالمعجزات، والكتاب هو القرآن الكريم، هاي الرسالة. إذن يبقى الميزان، ما هو الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى مع النبي المصطفى ومع سائر الأنبياء؟ يعني كذلك مع موسى التوراة معه ميزان، كذلك مع عيسى الإنجيل معه ميزان، كذلك مع إبراهيم الصحف معه ميزان، كذلك مع داود الزبور معه ميزان. إذن الله هذه سنته في الخلق في الأنبياء، أنه يرسل الأنبياء ويرسل معهم كتاب وهو رسالة للعمل وفكرة المشروع، ويرسل معهم الميزان. ما هي ضرورة الميزان وما معنى الميزان؟ أولاً، الأمة الإسلامية كلها أو كلها تشهد أن النبي جاء بالقرآن لكن ما حمل بيده ميزان ليزين به الأمور، ليزين به الماديات. الميزان الموجود في القرآن ليس ميزاناً للمواد، ليس للأوزان والأثقال والأجسام والكتل، إنما الميزان الموجود في القرآن هو ميزان إيمان، ميزان تقوى، ميزان ورع. كما يقول ابن عباس مثلا: في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي بن أبي طالب ميزان الإيمان بين الناس. هاي رواية ابن عباس يقول: كنا إذا أردنا أن ننظر بمدى، كنا إذا أردنا أن نعرف إيمان الرجل كنا ننظر في مدى حبه لعلي بن أبي طالب، لأن الإمام علي كان ميزان الإيمان. وفعلا النبي بأكثر من نص بيّن أن الميزان الذي نزل مع الكتاب مع رسول الله هو علي بن أبي طالب. ولذا يوم غدير خم لما النبي نصب علي بن أبي طالب ورفع يد علي حتى بان بياض إبطيهما، وقال للناس: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إذن من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم دعا بهذا الدعاء الراقي والعظيم والذي يمكن أن نفتح من خلاله أبحاث وأبحاث: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأحب من أحبه، وأدر الحق معه حيثما دار. إذن هذا أول عنوان لتنصيب الميزان للأمة، أنه علي بن أبي طالب هذا أمامكم يا أيها المسلمون في العالم. علي بن أبي طالب من والاه كان الله وليه، ومن عاداه كان الله عدوه، ومن نصره كان الله نصيره، ومن خذله خذله الله عز وجل، ومن أحبه كان الله حبيبه أو حبيبه. وإن الله أشار إليكم أن الحق يتبع علي بن أبي طالب. الإمام علي هو ميزان للحق، إذا كان في هذه الناحية فالحق في هذه الناحية، إذا انتقل علي إلى هذه الناحية فالحق أصبح في هذه الناحية. يعني ميزان الحق هو علي بن أبي طالب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لعمار: يا عمار، إذا سلك الناس في واد وسلك علي في واد فاسلك وادي علي فإنه الأحسن. فإنه لا يدخلك في باطل ولا يخرجك من حق. هكذا، هذا ميزان
ميزان. أكثر من ذلك، علي بن أبي طالب تحول في مرحلة من المراحل إلى ميزان بأشياء أخرى، حتى بالفرق بين أولاد الحلال وغير أولاد الحلال كان علي بن أبي طالب محك أولاد الحلال، كان أمير المؤمنين عليه السلام محك أولاد الحلال. وهذه الروايات تملأ كتب المسلمين من الفريقين سنة وشيعة، كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب، كنا نبورهم يعني نختبرهم هكذا. فعلي بن أبي طالب محك أولاد الحلال، سبحان الله. هذه الإشارات كلها تبين أن الميزان في الأمة الإسلامية من هو. لذا لابد للإسلام من ميزان. من ميزان المسلمين اليوم بالعالم؟ يزيد بن معاوية يصح أن يكون ميزان؟ الحجاج بن يوسف الثقفي يصح أن يكون ميزان؟ أم إذا سمعت أحداً يقول إن في داخلي شيطان يعتريني فتبوأ لحظة غضبي، يصح أن يكون ميزان؟ أو إذا قال عن واحد منهم إن بيعة فلان كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد لمثلها يجب أن يعاقب، هؤلاء يصح أن يكونوا ميزان؟ في حين أن الأصوات تصدح بعظمة علي بن أبي طالب، حتى من كان خصيماً أو خصماً لعلي بن أبي طالب. مثلاً عندما تسمع تقرأ في صحيح البخاري كم معضلة ومعضلة ومعضلة كانت شائكة في محضر الخليفة آنذاك، في محضر عمر بن الخطاب، وكان أمير المؤمنين يستدعى لحلها عندما تعجز البشرية عن حلها ويصيح بندائه وصوته أمام المسلمين، وقد وضعت في صحيح البخاري لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أو لا طاب المقام بأرض ليس فيها علي بن أبي طالب، أو لولا علي لهلك عمر. هذه إشارات ماذا تبين؟ تبين أنه علي بن أبي طالب هو الميزان اللي أنزله الله عز وجل مع النبي مع الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هل أخفى ذلك رسول الله؟ يعني هل رسول الله ما قال صلى الله عليه وآله للأمة ما بين لهم الميزان؟ بلى وحقك بأحاديث عظيمة. واحدة من أهم الأحاديث التي تنسجم مع هذه الآية عندما قال النبي أيها الناس إني تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين تارك عندكم، ما تركت لكم الكتاب. ذاك اللي قال حسبنا كتاب الله، أما النبي لا، قال أنا الله أنزل معي الكتاب والميزان، أنا راح أترك الكتاب والميزان بينكم، إذا أنا أموت يكون عندكم ضمان من الضلال والانحراف والوقوع. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. شوف الكتاب والميزان، عترة أهل البيت الميزان. لذا النبي ماذا قال؟ قال إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، عينا بعين كمثل سفينة نوح. اقرأ تاريخ سفينة نوح، هل نجا أحد ما ركب بها؟ حتى ابن نوح طلع إلى جبل ناداه يا بني اركب معنا، قال لا إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يقول له يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله. بعدين يقول له إلهي ابني، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بعد خلاص طلع إلى الجبل وغرق وهو ابن نبي، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة من إنسان أو حيوان أو نبات، هذا اللي نجا. النبي يقول إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها مهما بلغ من العبادة والطاعة والصلاة والأعمال، من تخلف عن ركب أهل البيت غرق وهوى. هذا كلام رسول الله، مو كلام شاعر ولا كلام عالم ولا كتابة ولا راوي، كلام النبي اللي هو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول هكذا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تتأخروا عنهما فتضلوا. إذن التقدم عليهم هلاك والتأخر عنهم ضلال. إذن هذا الكتاب وهذا الميزان. فلذا مسألة العقيدة أهم من كل شيء في حياة الإنسان المؤمن، لأن قبول الصلاة متوقفة على العقيدة، قبول الصيام متوقف على العقيدة،
قبول الحج متوقف على العقيدة، قبول فعل الخير والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقف على العقيدة حتى وإن كان صحيحاً. وأرجوك التفت أن هناك فرق بين صحة العمل وقبول العمل. الصحة شيء، الصحة يعني وفق القانون الشرعي، يعني تجي إلى عالم إلى مرجع تقول له كيف أصلي، يقول صلي هكذا، مثلا قف كبر تكبيرة الإحرام بعد النية، اقرأ الفاتحة، اقرأ سورة، اركع، اسجد، كذا، يعلمك التفاصيل فأنت تؤديها صحيحة. لكن كما أن الصلاة لها شروط لصحتها لها شروط لقبولها. لا تقبل صلاة بلا ولاية أهل البيت مطلقا، هذا كلام الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول لبعض أصحابه لو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام 1000 عام ساجدا راكعا متهجدا عابدا وجاء يوم القيامة ليس على ولايتنا أكبه الله على منخريه في جهنم. ولله در الشاعر، وهو عالم مو بس شاعر، الخاجة نصير الدين الطوسي من كبار علماء الأمة الإسلامية والمسلمين، يصل إلى هذه النتيجة فينظم قصيدته العصماء التي عجز الزمان عن أن يأتي بمثلها، ودونت بأحرف من نور على جبين الدهر وعلى جبين الحق. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وعاش ما عاش آلافا مؤلفة عار من الذنب معصوما من الزلل وصلى ما صلى قواما بلا ضجر وصام ما صام صواما بلا ملل وحج ما حج من حج ومن نسك وطاف ما طاف حاف غير منتعل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل ما كان عند الله يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. إذن هم الميزان لقبول أعمالنا، هم الميزان لمعرفة رضا الله. الحسين عليه السلام يوم خطب خطبة الموت في مكة، الخطبة المعروفة خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، في آخر هذه الخطبة ماذا يقول؟ يقول رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إذن رضا الله رضا أهل البيت، إن أرضيت فاطمة عنك، إن أرضيت الحسن عنك، إن أرضيت الحسين عليهم السلام عنك، إن أرضيت عليا من نفسك فأنت في محل رضا الله عز وجل. فما بالك وأنت الموصوف في لسان رسول الله عندما بكت فاطمة على إخبار رسول الله لها صلى الله عليه وآله عن قتل الحسين، إذ وجدته يبكي والحسين في حجره، قالت لا أبكى الله لك عينا مما بكاؤك يا أبا، قال الساعة كان عندي جبرائيل وأخبرني أن ولد الحسين مقتول لا محال، فقالت أبا من يقتل ولدي؟ قال جماعة تدعي أنها من أمتي لا أنالها الله شفاعتي، قالت ومتى يكون ذلك؟ قال في زمان خال مني ومنك ومن أبيه وأخيه، قالت أبا إذن من يقيم على ولد الحسين العزاء؟ قال سيخلق الله للحسين شيعة يقيمون عليه العزاء إلى يوم القيامة، فهذه المجالس ما تنقطع يوما من الأيام، إذا احنا تخلينا عنها يستبدل بنا قوما غيرنا ثم لا يكونوا أمثالنا، وإذا احنا أحييناها ننال شرف المدح من رسول الله والرضا يوم القيامة والفوز يوم القيامة، لأن الإمام الصادق يقول رحم الله من أحيا أمرنا وهذا هو أمرهم أيها الموالي. والإمام زين العابدين عليه السلام يعرفنا على عظمة الحسين وعلى الدمعة على الحسين إذ كان في الشام وأذن له أن يصعد تلك الأعواد ويخطب خطبة يبكي منها العيون ويدمي منها القلوب. والإمام زين العابدين عندما أراد أن يذكر أباه الحسين استعبر بأبي وأمي وبكى وكانت تخنقه العبرة، تدري لماذا؟ لأن الحسين يقول أنا قتيل العبرة
ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكيا، فكيف بإمام معصوم يريد أن يذكر أباه الحسين؟ لذا صاح أيها الناس أنا ابن المذبوح من القفا. وويلا، ما أدري هاي العبارة أنت هاضمها أو ما هاضمها، ما معنى من القفا؟ مع العلم أن الرواية تقول الشمر اللعين قعد في صدر الحسين عليه السلام واحتز رأس الحسين، فكيف يكون من القفا؟ اسمع ماذا يفسر الرواة، يقولون بأن الشمر اللعين صح قعد في صدر الحسين لكن ضرب الهام 12 ضربة ورفع رأس الحسين من شعره واحتز الرأس من القفا، أي رحم الله من نادى وحسينا. كأني بزينب تخاطب أمها تقلها يمه يا والأعظم مصيبة، والله شفت بعيون الشمر يذبح حسين، يمه والأصعاب مصيبة، شفت بعيون الشمر يذبح حسين، وخلى فوق الرمح راسه وخيل تسحق على الصدور، عمي يا عيني خيل ورجال اعتنوني وحرقوا بذاك الجمور كل صواويني، وانا صيح ودمعي يجري راح من عند الخدير يما عيني، يلا تساعدني يما شتموني يما ضربوني يما 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 شتموني يما ضربوني، لا كفيل ولا خدر وانا يدفعني الشمر، آه 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 يما تقلها نارك وناري والدمع جاري، نارك وناري والدمع جاري، انت ضلعك من كسر وانا يدفعني الشمر، انت ضلعك من كسر وانا يدفعني الشمر، آه 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 يما بعيد، آه آه اسمع، والله صاح يما يم حسن يما تعالي، ويلي يما يا محسن يما تعالي، والله تعالي يا يد اشوف في كربلاء سوت بحالي، والله طلعنا يا من المدينة براس عالي، يما واخوتي عن يميني وعن شمالي، تجاوبها امها الزهراء تقلها يمك يا يما مو بعيد، انا حاضره حاضره بكربلاء سيدتي اخبرينا، حاضره بلا حاضره الزهراء، تقلكم احاكي منحر ولادي ونينك يا ابني عذبني يا نور عيوني حاكيني شله يوجعك يا ابني، الله تقل له افتر وحدي بالليل، والله افتر وحدي بالليل وامشي على الجدم قوة واشوفك وذر فوق القاع اقول ان هو مو وايلي افتر وحدي بالليل
وامشي على الجدم قوة واشوفك وذر فوق القاع اقول ان هو مو هو وش عند الشمر وياي هي شب من حرك سوى وبيادين شم سويت لا مدري وبيادين يطلبني تقول لي يا ابني فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور يا ابني وانا لم جسمك شفتش كم ضلع مكسور ويا لقيت لقيت شوية من شبدك لقيت الخنصر المبتور لقيت على الشريعة جفوف والعباس شيبني وبعد تقل رحت يبني على صوب القوم ردت أعتب على العدوان باوعت على رجل الخيل قميصك بالحوافر كان والله قميت ألطم على راسي وصيح حسين يا عطشان بدمك خضبت وجهي ونحب عليك يأذيني اي والله هكذا زينب سلام الله عليها تخاطب امها وامها تجاوبها راحت النوبه الى ان خرجت زينب مسبيه من كربلاء وصارت بالشام وبقيت بالخربه الى ان رجعت يوم الاربعين زارت كربلاء بكره ان شاء الله نقرا وصول بنات رسول الله الى كربلاء يوم الاربعين لكن اليوم راح نطلع من كربلاء ونتوجه مع زينب ناحيه المدينة لما وصلت زينب إلى المدينة على المشارف قالت يا ابن أخي أي مدينة هذه التي أصبحنا على مشارفها قال عمتي زينب نحن على وصلنا إلى مدينة جدنا رسول الله تعرف زينب إيش خاطبت المدينة صارت تناديها من على الناقة مدينة جدنا لا تقبلي ما شاء الله مدينة جدنا لا تقبلي اقرأ وياها فبالأحزان والآهات جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنين ومولانا الحسين لنا أليس رجعنا والحسين به رزينا يا قالت يا ابن أخي إذا حط رحلك ونصب خيامك أنا لا أريد أن أدخل المدينة على حين غفلة من أهلها ابعث ناعيا عقب لنا بعث الإمام بشر بن حذلم وصل إلى مسجد النبي نزل من على فرسه أخذ راية سوداء صار يلوح بها فوق قبر النبي واجتمع الناس على بشر وصار ينادي يا أهل يثرب بلا مقهم لكم قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار وإذا أهل المدينة ضجوا ضجة واحدة إلى أن جاءت امرأة تحمل طفلا على كتفها قالت يا بشر أخبرني عن ولد الحسين قال من هذه الامرأة التي تقول ولد الحسين قالوا هذه أم البنين زوجة أمير المؤمنين قال إذن أفرجوا لي لها أخبار غير الحسين نظر إليها قال عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله
قالت يا بشر هل رأيتني سألتك عن ولدي؟ أخبرني عن حبيب الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. قالت يا بشر لا تذكر أولادي، أخبرني عن ولد الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت يا بشر لقد قطعت نياط قلبي، مو أنا أم أيضا أنا، لكن يا بشر أخبرني عن ولد الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة بأبي الفضل العباس. والله تقلنا يا والجفن طيار دمعة كل الكون والساكن الوسعة. والله يا ابن حذلم أولاد الأربعة فدوة روح بس حسين يسلم. ولذا أغمي عليها بعدما أخبرها عن الحسين، حملوها إلى دارها. وهكذا دخلت زينب، نمشي مع زينب شوية بالمدينة. أول ما وصلت، وصلت إلى قبر رسول الله على باب المسجد، أخذت بحلقة الباب ونادت يا جداه يا محمد جئناك ننعى ولدك الحسين. والله تقل يا جدي أي 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 ما مات محد وقف دونا، والله دونا ولا نخار غمض له عيونا. يا جدي مات يعالج وحدة ومن خطف لونا، ولا واحد بحلقة ما يقطر. تقول لي يا جدي عاد ليموت يجيه دفاء أن يحفر لقبر ويفصل الأكفال. ما شفنا ليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. أولا ثم حولت إلى موقع يقال أنه قبر أمها وهي العالمة. أخرجت شيئا من جيبها، ثوب أو شيء، مددته على قبر أمها ونادت يا أمه يا زهراء هذا قميص ولدك الحسين وهو ملطخ بدم الحسين. والله تقل من الوالدة يا والقلب وبالأهفان، والله الأهفان ودور عزبني وين ما شاء. تقلها يا يما يا الزهراء راحة وبني هاشم خويا البطل عباس يم النهار نايم ومقطع جفوفه وجاسم بلا حوف والأكبر مقطع ويسبونه للكوفة. يا يما يا يما يا يما إلك إلك يا يما يا يما يا يما يا تقلها يا يما شرد احكي عن حالة ايتامي كل ما يتيمة تصيح ضربوها جدامي وراس الولي مرفوع ومخضب ودامي وهذا علي السجاد كفينا مشتوفة. يا يما يا يما يا يما يا بعد بعد يا يما يا يما يا يما. وهكذا دخلت إلى دارها ولما أقامت العزاء وجن عليها الليل زينب دخلت إلى حجرة الحسين. تريد تتذكر تلك الأيام، الجميع ناموا بس زينب قاعدة، وإذا بها تذكرت أيام طفولتها وأمها وأبيها وإخوتها. لذا توجهت نحو كربلاء تقول لي يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي بسواد الليل من نقعد بوسط الدار. والله تمر أيامنا الحلوة
واذكر يوم كنا صغار بين من البتولة وبين الوالد حادر الكرار ومن واحد لعد واحد او مسرورين خويا اليوم تقلش ما انسى تذكرني دارك خويا هصبانة انا وياك يا الغالي واخونا المجتبى ويانا تقل اخويا على وسادة على وسادة ننام الليل وانا وياك فرحانة ومن يجبل صبح باكر نقضي بالسرور اليوم تقل شبينا سوا يا حسين على الحلوة وعلى المرة شبينا سوا يا حسين على المرة وعلى الحلوة ومثل خوتنا ما كانت على طول الدهر خوت جنت لي عن هل الماضين وعن أنوارهم سلوى أشاهد بيك وجه أمي وجدي ووالد الجيل يلا بيت الدعاء تقل إن شان تريدني أنساك إن شان تريدني أنساك وبطل النوح ونيني اخذ صورتك من قلبي واخذ ذكراك من عيني والله اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني وايام الجنت يا حسين اناغيك وتناغيني شلون تريدني انسى وبطل النوح لو ارتاح حسين يا حسين حسين يا خليها من قلبك حسين يا حسين حسين يا حسين إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته وبنيه اشفي وعافي مرضانا يا الله اغني كل فقير سد دين كل مدين اشبع كل جائع اكسي كل عريان لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله اللهم احفظ مراجعنا العظام احفظ شيعة الحسين وزوار الحسين ومجالس الحسين اجعل العراق بلدا آمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله الى ارواح امواتنا واموات المؤمنين وجميع شيعة امير المؤمنين سيما اموات المؤسسين لهذه الحسينية وهذا المجلس الى روح امواتهم ولشفاء مرضاهم وقضاء حوائجهم منا ثواب الفاتحة مع الصلوات.